من ساعه ما بيتم التفاوض مع حسام حسن او مع غير حسام حسن. طبعا احنا بيبقى عندنا معلومات ومعلومات واضحه وصريحه لكل اللي بيحصل، ولكن احنا ما ننفعش نطلع نقول حاجه يا جماعه، عشان برضو لكل مشاهدي قناه الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي، احنا ما ينفعش نطلع نقول حاجه عشان الناس بس اصله ساعات بتبقى زعلانه مننا شويه في هذا الامر. ولكن بالفعل يا جماعه انا طبعا بيبقى عندنا معلومات ومعلومات موثقه وحقيقيه وكل حاجه، وعارفين الدنيا ماشيه ازاي، ولكن في النهايه عندنا سياسه بيتبعها مجلس اداره النادي الاهلي، ولازم ان احنا كمان نتبع هذه السياسه اللي هي ايه؟ لا يمكن الاعلان عن اي تفاوض او اي شيء الا بعد انتهاء التفاوض والاعلان الرسمي من النادي الاهلي، مش من اي حته تانية. هذه هي السياسه اللي دايما بنمشي عليها. ولكن لو تاخدوا بالكم من كلامنا خلال الفتره اللي فاتت، كان في دايما تطمينات ان احنا عندنا صفقات جيده جايه. الناس اللي كانت بتتكلم الفتره اللي فاتت تقول لك النادي الاهلي لاول مره في حياته يعلن عن، قبل ما يتم الاعلان بشكل رسمي، النادي الاهلي بيعلن. انا عايز بس حد يجي يقول لي مسؤول في النادي الاهلي او في مجلس ادارته او في اداره التعاقدات او في اداره الكره قال ان احنا تعاقدنا مع حد قبل ما يتم الاعلان بشكل رسمي. نفسي حد، الناس كلها طالعه بتجتهد وطالعه بتعمل، طب انا هعمل ايه؟ ما هو ده اسم النادي الاهلي، الناس دايما بتجتهد عليه وعايزين يعرفوا مين اللعيبه اللي جايه، كل واحد بيجتهد له اجره وثوابه، ولكن في نفس الوقت مفيش مسؤول داخل النادي الاهلي طلع قال انا بتفاوض مع فلان ولا علان ولا ترتان، ما حصلش. النادي الاهلي لما تفاوض وخلص اعلن. لما تفاوض وخلص التفاوض وخلص كل حاجه بيختار، او اداره الكره بتختار وقت الاعلان، وبيتم الاعلان عن الصفقات اللي بيتم الاعلان عنها، وده الشكل اللي دايما بنمشي بيه داخل النادي الاهلي. واحنا عمرنا ما هنحيد عن هذا الامر، بنبقى زي ما قلت لحضراتكم، مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم على كل المجموعه اللي موجوده في قناه النادي الاهلي، بيبقى عندنا معلومات كتير ومهمه ومعلومات عارفينها وعارفين ايه اللي بيحصل، ولكن احنا دايما مع سياسه النادي الاهلي وسياسه مجلس اداره النادي الاهلي في كل شيء. في كل شيء.